في حالات جات لك النهارده؟ كتير يا ريس. كام حاله دي؟ كتير على حسب الحالات اللي بتيجي، ما بنعدهمش. يعني بالتقريب كده؟ بالتقريب اكتر من 10 حالات. ايه بقى الـ اختناق وضرب بالنار من شظايا خرطوش. شظايا خرطوش. شظايا واختناق، يعني معظم الحالات شظايا واختناق وشظايا خرطوش. اختناق يعني تقريبا من امبارح بالليل يا ريس. امبارح بالليل لحد وقتنا هذا لسه الحالات شغاله. لسه شغاله الحالات؟ لسه شغاله. عصام شرف فين هو؟ شكرا. ربنا يعينك. ربنا يعينك. اي خدمه يا باشا. عالنت ايوه. ايه الاخبار الصحيه والحالات اللي جت لك؟ صديق كويس. ها؟ حالات اختناق بس. من الغاز؟ من الغاز. الغاز. حالات اختناق كل جاتنا زور. اخر حاله جات لك امتى؟ لسه من دقيقه بس. من دقيقه يعني الضرب لسه شغال بقى يعني؟ هو في حالات اختناق مش عارفين، في ضرب جول مش عارفين. ماشي. في حاله كمان. شكرا. معلش لما حضرتك يعني يتقالك. طب ايه هو مصاب بايه؟ الاصابه ايه يا استاذ؟ الاصابه ايه؟ خلاص يا بيه، خلاص يا بيه، بعد اذنك. لا لا لا. طيب الاصابه ايه؟ طيب الاصابه ايه؟ لا 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 لا. واحد مريض عشان مين قال كده؟ يعني ده مصاب. طبعا مريض. صورني. صورك وزيعك. الحق يصور. طبعا. الحق ما فيش حد يمنعه. استاذ حضرتك تمنعش حد يصور. الله يفتح عليك. ايوه ده حريه. تمام. لا لا عشان تمام. صور يا شيخ. اختناقات برضه؟ نعم. اختناقات من الغاز برضه؟ اختناقات. يا عم روح يا عم. يا عم روح يا عم. الغاز ده جاي منين؟ الضرب جاي منين؟ الضرب يم عند هنا الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية؟ ها.